الفيديو اللي هيعرض عليكم بعد قليل فيديو خيال وبيتكلم عن مشاكل بتجرى في كنائس بعيدة قوي عننا هنا. كل الأحداث اللي بتدور في الفيديو ده بعيدة عن أرض الواقع، لو في أي تشابه بينها وبين الواقع فهو مجرد صدفة، اتفرج عليه وخلاص أمركم لله. نسيت أقول لكم قدام الفصل بتمنوا ليكم مشاهدة ممتعة. يلا نبدأ. 3 2 1. اذكرتني يا سيدنا كل الذين عصونا امرونا ان نذكرهم في صلاتنا الباطنه التي نصعدها اليك. شفنا سيدنا الصاروخ احنا طلعنا في الصاروخ، تمام. المكان ده شكل كنيسه الانبا توليس بتحب بورتلاند. احنا بنسجل. صحيح، والساعه كام دلوقتي؟ معرفش، بس احنا جايين بدري قوي. عم شكلت فينك يا راه؟ بعتلك يا ابني زي امبارح وقت وانت مطنشت. معلش، العيال ماسكين التليفون طول الوقت بيلعبوا جيمز عليه، مش مدياني فرصه استخدمه. اليوم كله عايزين نخش عشان الكنيسه عشان نعرف نتناول. صحيح، كل الجيت انا ولا لسه وليه راوي ملتزم والكنائس المرضعه بضع معاك. ايه فجاي نسألك يا حامل الله يا حامل خطية العالم اسمعنا وارحمنا. كيري ليسون، كيري ليسون يا رب ارحم. كيري ليسون، كيري ليسون ارحمنا يا رب. كيري ليسون، كيري ليسون اسمع وارحمنا. اسكتي يا حدوته، بس صدقني انا شفت ايه النهارده؟ شفت ايه؟ شفت 3 بلايص الخبز، انما حلوين قوي. تحب نروح نجيبهم بعد الكنيسه؟ يا ريت تسيبونا الوقت، بس انا لازم اروح اطبخ الكشري. حاجه مغديني جوزي في الكشري ما عندوش شبر حبيبي. خلاص، بعد الكنيسه وبعد ما تعمل الكشري احنا لازم نروح نجيب من ده. ممكن لو سمحت توقف الكلام عشان عايزين نركز في الصلاه. طب ده سخيف جدا، تعالى لازم نكمل الكلام ده بره. Christi somen ton kireio. ممكن لو سمحت توقف الكلام عشان عايزين نركز في الصلاة. حتى سفين كده، تعالى اسبوع نكمل الكلام ده بعد القداس. ممكن لو سمحت تجيب تكفي التليفون عشان اعرف اركز في الصلاة؟ انت خليك في حالك وركز في الصلاة. القطر القطر مسأسة بغواية الحية، سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا
من فردوس النعيم. نسألك يا حمل الله يا حامل خطية العالم اسمعنا وارحمنا. كيري يا ليسون كيري ليسون يا رب ارحم. كيري يا ليسون كيري يا ليسون ارحمنا يا الله. أخت روزا اصحي الجودة شغال. ايه هو انا فين؟ انت في السماء. هو انا مت ولا ايه؟ يا عيني على شبابك يا روزا. اهوني مت يا رب ريستنا البابا المعظم. ده مش قصدي، انت في السماء بتسمع تسبيح الملايكة. جودتك روزا مع الملايكة. ايه حاجة ناديها اسمي؟ انا جيت وحضرت كمان لازم اصحى. هو مش ربنا بيقول تعالوا الي يا متعبين ثقيل الاحمال وانا اريحكم؟ خلاص هنام. انا جيت وحضرت كمان لازم اصحى. هو مش ربنا بيقول تعالوا الي يا متعبين ثقيل الاحمال وانا اريحكم؟ خلاص هنام. الكلام صح، بس الواحد اللي بيجي بيت ربنا وبيسمع كلامه بيستريح الواحد اللي مهمل كان تعبان. دلوقتي تعالى نصلي. ما كل الذين في البتولية وطارد كل شعبك المؤمن. هذا رب وكلك الوحيد أن نشترك في تصديس. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك من بل أبانا الأطهار وسلبا والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين. لو سمحت يا تنوشة خد البيبي بتاعك ودي الكرايم روم عشان احنا بنحاول نركز في القداس. البيبي بتاعي؟ انت مش بيعيط ولا حاجة؟ بصي الفرحة بتدت من عينيه. خليه لسه تزولة تزولة تزولة. لو سمحت يا تنوشة خدي عشان نحاول نركز في القداس. طب اقولك على حاجة، عيد التالتة والوزع. اسكت. شفتي اغربت سكت. شهيد القديس استيفانوس رئيس الشمائس واول الشهداء وناظر الاله الانجيلي مرقس الرسول. قديس تيوفينوس وقديس ديمتريوس قديس كيرلوس والقديس باسيليوس. انا برضو ماليش دعوة، ده مكاني وانا مش هسمح لك تاخديه. يلا روحي في اخر الطابور. لا ده مكاني انا على فكرة. لا ده انا كان مكاني في الاول. لا كان مكاني سيب بس 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 ب